نبدأ بما هو جديد ونبدأ بما هو كولر مع النادي الأهلي، وبالتأكيد انت مجهز نفسك باللقطات، لكنه انا ما بحبش ابقى متفائل قوي ولا متشائم قوي، لكن بحب ارصد الواقع. يعني هل غير من طريقة اللعب؟ هل في حاجة جديدة نقدر نرصدها للأهلي مع كولر او لكولر مع الأهلي؟ طبعا، يعني احنا بنتكلم كابتن في ملامح بسيطة جدا بانت من مباراة وحيدة 90 دقيقة. الراجل لسه ملحقش. نعم. دي مباراة وحيدة، مش معنى كده ان هو احسن واحد في الدنيا. صحيح. ولا هو الراجل مش تمام، لا، الراجل لسه بيبدأ واحنا بنحاول نستشف هو بيعمل ايه. نعم. ودي نقطة مهمة، ولنا في سواريش عبرة كانت. نعم. الناس بعد اول تالت رابع مباراة قالت سواريش ده اقوى مدرب، وبعدين الناس بدأت مع النتائج تقلب، وزي ما حضرتك بتقول الراجل اتظلم. نعم. والكلام ده كله، لكن في الاخر احنا بنحاول نستشف كولر عمل ايه مع النادي الاهلي. طريقة. نعم. اللعب اتغيرت تماما. نعم. 4-2-3-1، رجع للطريقة الاهلي كان بيلعب بيها الفترات اللي فاتت. الاهلي عمل مباراة جيدة، الشوط الاول كان احسن كتير، متحكم في الريتم هايل. الشوط التاني انا اعتقد ان اللياقة البدنية والفتنس لسه ما جاتش للفريق مع بعض التغييرات. فالاتحاد المنستيري دخل في المباراه شويه، ولكن في المجمل بدون اي تهديد على مرمى النادي الاهلي خالص. مكسب مهم جدا بره الملعب. نعم. يدي ثقه لكولر، للجماهير، للعيبه. ده ما يقولش ان اللعيبه تتهاون المباراه الجايه، لان برده ما زالت لسه طبعاً النتيجه طبعاً موجوده. فخلينا دايما نشوف احنا الاهلي بدا الجيم بشكل عام. اسال سؤال بس الاول، هل اتحاد المنستير كان خايف قوي من النادي الاهلي؟ ده خلى شكل النادي الاهلي يعني شكله جيد، ولا ده كان فارق الامكانيات بين الفرقتين وكان نتيجته الطبيعيه في النهايه ان الاهلي يفوز؟ الاهلي يفاجئنا اتحاد المنستير بطريقه لعب مختلفه في القاهره. انا اعتقد ان هما الاثنين هما كانوا خايفين جدا من الاهلي ومتحفظين. نعم. حتى التصريحات كلها كانت ان احنا يعني يا ريت نتعادل. طريقه اللعب كانت متحفظه جدا، والراجل كان بيدافع طول الوقت. الحاجه الثانيه، الاهلي عمل شوط اول كويس جدا. ده صحيح. اعتقد ان هما ما عندهمش هنا حاجه يعملوها، مش هتختلف كتير. هيدافع وهيحاول يعتمد على هجمه مرتده. انا لو منه يخطف منها هو الطبيعي كده. انا لو منه هيك، ولكن يعني ما خلاص، ما وصل 1-0 زي 4-0، مش هتفرق. فريق ما قدرش يهاجم. في وسط ملعبه وفي وسط جماهيره وقال النتيجه بقى يعني. بالظبط، هو ما عندوش حق. انا تخيلي ان هو هيجي هنا يتحفظ ويحاول يلعب على هجمه مرتده على امل انه يخطف جون وحيد قدام الاهلي ويساوي الكفه. نعم. انه يروح بعد كده للتعادل. لكن فكره انه يفتح خطوطه قدام النادي الاهلي اعتقد مش هيعمل كده. ماذا تغير في النادي الاهلي فنيا؟ اول حاجه هنتكلم في 4-2-3-1. نعم. شكل الفريق وهو بيبدا الاهلي كان بيلعب مع موسيماني ازاي؟ الاهلي كان بيلعب مع موسيماني 4-2-3-1، وبعدين 3-4-3، وبعدين 4-3-3. نعم. مع سواريش اول مباراه، اول اربع مباريات 4-2-3-1، وبعدين غير 4-3-3، وبعدين 3-4-3 كمل بيها الموسم. الفكره كلها ان كولر بقى بيبدا الهجمه من تحت. كان. نعم. في علامه استفهام الناس بصت عليها، اولا الناس اتفاجئت ان شادي بدا وبرونو سافيو بدا. نعم. انا ما اتفاجئتش الحقيقه. بالظبط كنت. نعم. وبعدين مفاجاه محمود متولي. يمكن نلاقي تفسير لموضوع محمود متولي انه رامي ربيعه موقوف انه بالظبط. نعم. ولكن في طريقه اللعب ممكن يكون في حاجات هنبدا نرصدها مباراه ورا الثانيه. ليه محمود متولي بدا مباراه. نعم. زي النهارده؟ الاول الاهلي لو رحنا لشكل الفورميشن 4-2-3-1. نعم. الفريق يا كابتن الاثنين سنتر باكس، محمد عبد المنعم جنب محمود متولي. نعم. وبعدين اكرم توفيق، عوده حميده لاكرم توفيق، الحمد لله على السلامه، عوده مفيده جدا للنادي الاهلي. نعم. على سواء باك رايت او في نص الملعب. ده الرباعي الدفاعي وهو بيحضر الهجمه. ده الرباعي الدفاعي بالظبط اللي على اليمين. ده اكرم توفيق، محمود متولي، عبد المنعم، علي معلول. علي طايرين بالظبط. نعم. ومش طايرين قوي زي سواريش. نعم. وزي واقفين دايما لنص الملعب بعديها. نعم. بخطوه. بعدين حضرتك هتلاقي اليو ديانج هو اللي واقف على الدايره، اول واحد بيستلم منهم. انا لعيب بيمتعني قوي، هايل، لعيب هايل، محدش خد باله منه في الماتش. لا لا، عمل مباراه كبيره جدا يا كابتن. عنده. نعم. قدره انه يبدا الهجمه، وعنده قدره انه يقطع الهجمه، وعنده قدره انه يعمل باصات محترمه. صحيح. اليو ديانجو قدامه بخطوتين ثلاثه عمرو السولية، او احيانا عمرو السولية بيجي يميل جنبه. فيبقى في سداسي في النادي الاهلي بيحاول يطلع بالكوره. وبختهم البخت الاهلي عنده حمدي فتحي كمان يعني بالزبط. فالمنطقه دي ثريه وغنيه جدا. محمود متولي بيلعبها، اكرم توفيق بيلعبها طبعا. فبالتالي عنده حلول مختلفه. وبعدين الثلاثي طاهر برونو سافيو في مركز 10، على الشمال احمد عبد القادر، تحت شادي حسين المهاجم. نعم. الاهلي كان بيبدا الهجمه بالاسلوب ده، وبعدين يبدا دايما يتحرك برونو سافيو، يروح يميل على شكل الهجمه، يروح. أي. هنا يميل على عبد القادر، او يروح هنا يميل على طاهر، مع كتير من حريه الحركه ان ينزل طاهر، محمد طاهر يستلم هنا مظبوط، او برونو سافيو بينزل يستلم هنا، واكتر. نعم. اتنين عايز اقول لحضرتك ان هم استلموا الكره كتير جدا من محمود متولي ومحمد عبد المنعم. صح. ده كان تفسيره ايه؟ ان لما المينستيري يطلع يضغط على اليو ديانجو عمرو السولية،
ودي نقطة مهمة جدا. فالأهلي بيعتمد على تمارات عمودية على طول. بيدي تعليمات انزل طاهر ينزل يستلم أو برونو سافيو ينزل يستلم مع حرية حركة كبيرة جدا للرباعي الهجومي. يعني في الهجمات اللي هنجيبها حضرتك هتلاقي شادي حسين في الشمال مرة، هتلاقي طاهر على الشمال مرة، هتلاقي برونو سافيو على اليمين مرة. فبالتالي الحرية دي كانت عاملة حركة مهمة جدا ضد دفاع المنستيري. الأهلي هيبقى عنده ميزة كبيرة لو استمر برونو سافيو إنه ينزل يستلم بين الخطوط. دي نقطة مهمة، خاصة كورته حلوة وراجل لما يخش في الريتم أكتر وأما اللعيبة تفهمه هتفرق جدا. صحيح. لأن لسه طبعا ملوش مع بعض اللغة. طبعا كابتن تفرق. وفي كرة هو عمل لينك مع أحمد عبد القادر، عبد القادر وقف ما كانش فاهم هو هيلعبها له تاني ولا لا في الأول وبعدين الباص. بالظبط. فالكور دي بتفرق جدا. فده الشكل الأهلي بدأ بيه الجيم. نشوف بس شوية حالات وري الناس بقى المنظر في الملعب كان عامل إزاي. هنروح لأول حالة ونشوف كرة بتبدأ من عند الشناوي. ادي الاثنين اهم، 1 2 3 4 الرباعي الدفاعي اليوديان بيقرب واحد. ده اللي كان رسمه بالظبط دلوقتي اسلام. يعني معلش يا نصر رجع لي الرسمه عشان الناس لما تطابق يعني الكلام اللي بيتقال مش يعني مش نظري وخلاص، لانه مهم جدا. انا قلت لكم الفقره دي انا اكتر واحد بيستفيد منها يعني. الحمد لله. فانت ما لا انا بقول حقيقه اللي اترسم هو اللي هتلاقيه في الملعب، يعني تطبيق عملي، وده شغل بياخد وقت كبير جدا. اهو ايوه ادي الاثنين. تمام ده الرباعي بتاع دفاع الاهلي. دي الرسمه. نشوف العملي بقى في الملعب، نشوف الواقعية في الملعب عشان نطبق الكلام اللي قاله اسلام على الصوره. شكرا يا نصر. نكمل، اتفضل اسلام. هتبدا الهجمه من عند الشناوي. نعم. هتروح على طول. ادي الرباعي بالمنظر ده، علي معلول، اكرم توفيق. عاده مش هيعدي نص الملعب كتير. اليو ديانج اول واحد هيروح يستلم الكوره. وهتلاقي بعديه بخطوتين على طول لقدام هتلاقي عمرو السوليه. هنكمل الهجمه، هتلاقي بعد كده الهجمه دي برونو سافيو هينزل. هو اللي هيستلم، هو واقف بدا يظهر برونو سافيو. هيروح يستلم هنا ويبدا يلعب محمد عبد القادر الهجمه. اللي سندها له كعب رجله بعد كده وكملت الهجمه. يبقى اذا 1-2 على طول اليو ديانج بيستلم. تروح على طرف من اطراف، برونو سافيو يروح يعمل مسانده للطرف اللي الهجمه باديه منه، ودي نقطه مهمه. طيب هناخد الهجمه اللي وراها نفس الرباعي، لكن المره دي عمرو السوليه نزل جنب اليو ديانج قرب لان العدد زاد. بالظبط، العدد زاد، بداوا يضغطوا اكتر فنزل عمرو السوليه. الاهلي مش عارف يلعب الكوره. بص حضرتك ده تفسير بقى هنا محمود وتولي. ده محمود متولي. بص الكوره حضرتك طالعه على الارض. أيوة. باص واحد اللي نزل استلم ده مين؟ طاهر محمد طاهر. استلم الكوره هنا نفس الرباعي، بس اليو ديانج نزل استلم من وسطهم. عمرو السوليه، في اتنين متعلم عليهم اهم. دول برونو وطاهر محمد طاهر داخلين يستلموا في ظهر اللعيبه اللي بتضغط على طول. انا مش عارف اطلع بالكوره. لا الاتنين دول هياخدوا تعليمات. علي واكرم طايرين. علي واكرم اهم هنا عند السوليه مع هنا قصدي ديانج مع الاتنين محمد عبد المنعم. بالظبط. ومحمود متولي. بالظبط. الهجمه جت على الشمال حضرتك. بص برونو سافيو، عمرو السوليه جاي يعمل المسانده بتاعته. احمد عبد القادر اتعملت الهجمه بقى. بالتالي دايما هتلاقي في واحد مال ناحيه الشمال، برونو سافيو وعمرو السوليه والعكس. هنكمل في الهجمه دي. بص حضرتك المنظر اهو. نفس المنظر، هم 4-2-6 اللي نزل استلم مع انه هنا في ضغط. بالظبط. فاول ما تلاقي حد بيضغط تمرير عمودي اضرب بيه خط نص الملعب الفريق الخصم على طول وينزل الاثنين يستلموا بين الخطوط. فدي نقطه مهمه هنا. هتروح الكره لعلي معلول. مين اللي هيظهر بعد كده في نص الملعب فاضي خالص؟ طاهر محمد طاهر. ينزل. بص عليك. بص الدنيا فاضيه فبيستلم ويلف الراجل ويتحرك. هنا عند الهجمه دي احمد عبد القادر بيضم اللي على الشمال ده شادي حسين، اللي على اليمين خالص برونو سافيو. رباعي الهجومي اتحول تماما. تفسير تاني ليه محمود متولي اعتقد بدا. تمرير على الارض لطاهر استلم بنفس الاسلوب. الكره هتتخطف، محمود متولي بيريح الكره لعبد القادر. اللي هيستلم في قلب الملعب ده مين؟ برونو سافيو. برونو استلم. برونو سافيو. بص حضرتك ايه، مره طاهر مره برونو، الاثنين واخدين تعليمات. استلم على طول، دور اللعب وتبدا الهجمه تتحرك. شادي حسين على الشمال في مركزه المفضل مع سيراميكا هيعمل الكره بالعرض. مين اللي جوه؟ طاهر محمد طاهر، برونو سافيو. تغيير تام في شكل الرباعي الهجومي، في حركيه كبيره جدا. الهجمه اللي وراها اخر حاله عبد القادر بيكمل من على الشمال. الكره هتتعمل بالعرض، برونو سافيو هو اللي في القلب واللي في الاخر طاهر. يبقى اذا الاثنين دول على طول في حركيه ما بينهم. برونو سافيو بيكمل كانه مهاجم. الجناح العكسي بيكمل كانه مهاجم. الاهم من كده يا كابتن ان كولر واضح ان عنده حاجه في الضربات الثابته قبل الضربات الثابته.
خليني اقول لك ماذا لو انه اتحاد المنستير كان ضغط على النادي الاهلي. يمكن انا واخد راحتي بعرف انقل من تحت وببدا براحتي شويه. هل كان هيغير النادي الاهلي؟ طيب يعني انا عديت له الكرات الطويله في المباراه دي لم تتجاوز 5 أو 6 كرات يعني قليلين تقريبا يعني كان قليل لانه الظروف كانت تسمح. هل كان الاهلي سيلجا للكرات الطويله ولا ده بقى سيستم لاعب بالكولر؟ ما اقدرش احكم 100%، بس اعتقد الراجل رايح لفكره ان انا هلعب على الارض مش هلعب طويل.